السلام عليكم متتبعين ديال قناه ناتيور اي بليزير. مرحبا بكم في هذا الفيديو. كما شفتوا في المينياتور غنصايب لكم كرسي بمواد طبيعيه، السمار والسعف ديال النخل. اذا تابعوا الفيديو حتى الاخر، واللي مازال ما دار ابوني تابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا جديد. راه كاين فيديوهات جداد في القناه، ودعمونا بلايك وخليو لنا كومونتير. مرحبا بكم. اذا بلا ما نطول عليكم يلا نقادوا الكرسي. اذا هذا هو السمار اللي جمعت، ها هو السمار، وهذا ها هو جمعت سعف النخيل، عويدات سعف النخيل، والسمار هو هذا. دابا غادي نقوم بربط هاد العويدات ديال سعف النخيل بهاد السمار هذا باش نشكل الكرسي ديالي. اذا هادو هما العويدات ديال سعف النخيل بعد ما ربطناهم بالسمار. اذا غادي نوصل على هاد المنوال هذا حتى نقاد الكرسي ديالي. اذا خليكم ما تغادروش هاد الفيديو، تابعوا حتى الاخر. اذا هادو هما الدعامات الرئيسيه، غنربط باقي واحد الدعامه ثانويه ونكمل الكرسي ديالي ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا التشكيله الاولى ديال الكرسي هي هذه، هي هذه، ها هي كيف كتشاهدوا هنايا. ودابا ندير التشكيله الثانيه. اذا خليكم معنا. اذا الشكل ما قبل النهائي ديال الكرسي البسيط هو هذا. غادي ندير ليه دابا شويه ديال الفينيسيون وغادي تشوفوا كي غيكون ان شاء الله. اذا الشكل تقريبا النهائي ديال الكرسي هو هذا، هو هذا. ماشي شي حاجه نيت، ولكن الى الواحد جاي يقضي نهار ولا يبات ليله في حدا الواد وكاين هاد سعف النخيل وكاين هذاك السمار، يقدر يصيب ليه كرسي بحال هذا ويجلس مرتاح مع راسو. اذا دابا غادي نجربو غادي نشوف كي غادي يكون. اذا هذا هو الشكل تقريبا النهائي ديال الكرسي ديالي، هو هذا. با تري براتيك، ولكن احسن من الا كنتي جالس على حجره ولا تكون جالس الارض، هو هذا. اذا غنتيستيه باش نشوف الصلابه ديالو. اذا الكرسي هو هذا، هو هذا الكرسي اللي صايبت بسعف النخيل والسمار. اذا الا كنتو في الطبيعه ما تحتاجو لا خيط لا جلد لا سلك، سعف النخيل والعيدان ديال السمار باش كيصيبوا الحصيره، وكتقاد الكرسي ديالك وانت جالس مرتاح مع راسك وانت مسند بخير.
إذا هذا هو الكرسي اللي قلت لكم مواد طبيعية، ساعة في النخيل والصمار. إذا هادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، كنشكركم على المتابعة ديالكم وعلى الوقت اللي خصصتوه لهذا الفيديو هذا. ما تنساوش اللي مازال ما دار ابوني تابوني وفعل الجرس ودعمونا بلايك وخليو لنا كومونتير. نتلاقاو في فيديو جاي إن شاء الله الرحمن الرحيم. من هنا لتما ضلوا في راسكم، السلام عليكم.